أكد نائب رئيس المنبر العراقي القاضي وائل عبد اللطيف أن المنبر الذي يتزعمه إياد علاوي وبكياناته السياسية ما زال مصرا على عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة على الرغم من محاولات الوفود الحكومية ثنيه عن قرار المقاطعة. يجب أن تتهيئ ظروف الناحية السلمية، وهي أولا أن تكون هناك مفوضية غير مسيسة لصالح هذا الحزب أو ذاك، وثانيا أن يحصر السلاح فعلا بيد الدولة، وكلهم تكلموا على أننا سوف نحصر السلاح ولم ينجح لا وفق الكاظمي ولا العبادي ولا عادل عبد المهدي ولا نور المالكي. ثالث المسألة، هذا المال السياسي الرهيب اللي قاعد ينتشر الآن في الشوارع والأزقة والنواحي والأقضية، مال غير طبيعي. أكو سرقة حصلت لأربعة ملايين بطاقة انتخابات، فكان المفروض أن المفوضية تحاول استعادتها أو تبطلها على الأقل من الناحية الفعلية، ولم تتخذ قرار بهذا الموضوع.